على مدار السنة يقدم قسم رعاية الصحن خدمات متواصلة لمرقد أبي الفضل العباس، ولكن خلال فترة زيارة الأربعين ولخصوصيتها والزخم البشري المتدفق نحو قبلة الأحرار كربلاء المقدسة، يتم تقديم الخدمات بما يتناسب مع هذه الزيارة المليونية. وللحديث عن هذا الموضوع بشكل مفصل سنلتقي بمعاون رئيس قسم رعاية الصحن الشيخ زين العابدين، فابقوا معنا. تم بحمد لله الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالزيارة الأربعينية. تم العمل ضمن الخطة المعدة من قبل الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة. تم عمل ما يقع على عاتقنا من أمور تخص تهيئة أماكن الصلاة سواء جماعة أو فرادى، كذلك تهيئة كتب الزيارة المخصوصة وبقية الأمور الخاصة. طبعاً العتبة المقدسة في كل سنة يتم تطوير الخطة واستحداث أماكن. تم في هذا العام كما تعلمون فتح صحن أم البنين لزائرات الكريمات، وفي الأعلى للخدمات العامة. تم تهيئة هذا الصحن من كافة الأمور اللازمة لراحة الزائرين، من نصب المبردات، قضية التبريد يعني، وبقية الأمور الخاصة من الفرش والأمور الأخرى. العاشر من شهر صفر هو أول يوم الزيارة، ويستمر تدريجياً بالازدحام وبزيادة الأعداد. كما تعلمون الخطة المعدة في العتبة المقدسة قابلة للتغيير حسب المصلحة، هناك خطط بديلة. الحمد لله كل الأمور تجري حسب ما مخطط له، وكنا استعداد إن شاء الله لخدمة زوار أبي عبد الله وأبي الفضل العباس عليهم السلام. يذكر أن قسم رعاية الصحن الشريف يأخذ على عاتقه إنجاز أعمال متعددة خاصة بصحن المولى أبي الفضل العباسي عليه السلام، كأعمال الغسل والتنظيف وفرش السجاد وغيرها من الأعمال الأخرى. الخطة التي تشمل تنظيف الصحن ومداخل الصحن الشريف كافة ضمن خطة وجداول معدة، بالإضافة إلى برنامج لتعطير وتبخير مركزي ومتحرك يدوي. بالإضافة إلى ذلك تم بحمد الله تهيئة أقداح 15,000 كرتون قدح من الماء داخل السراديب وداخل الصحن الشريف، بالإضافة إلى منظومة الماء الموجودة في داخل الصحن الشريف. بالإضافة إلى تهيئة الأماكن الخاصة بإرشاد الزائرين سواء التبليغ والتوجيه الديني في داخل العتبة، هناك منابر صغيرة وهناك أماكن معدة للمحاضرات الدينية والتوجيه الديني سواء في قاطع الرجال أو في القاطع النسوي، هناك من الأخوات الكريمات في التبليغ الديني. جهود متواصلة في خدمة الزائرين لا يكون في عنائها الجسدي إلا لذة روحية يستشعر من خلالها خدام الكفيل المواساة لآل الرسول عليهم السلام في مصابهم، راجين من الباري عز وجل أن يتقبلها بقبول حسن.